شلها سادة بدوي تاخد بالك من ام وتحميها من الطريق اللي ماشيه فيه وتحميها من نفسها. فنان مصري شاب أصبح من خلال الأدوار المميزة والتمكن من تقديم شخصيات مختلفة أن يكون وليد فواز من أهم ممثلي جيله. نوصل لحل وصل. أنت تموتيني من غير ما تموتين، وأنا أقتل نفسي من غير ما أقتل نفسي. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية. الشغلة دي علمتني حاجة مهمة أوي. علمتني إن أنا إزاي أعدي مرحلة إزاي ده ممكن يحصل لمرحلة أتعامل مع أي حاجة حتى لو غريبة. المهم إن أتعامل. ومن تلك اللحظة كر خيط البحث عن الفرصة والتمسك بها. والكلام اللي انقال اعتبره ما صار، ولا هنقول أبو دعاء، والأحسن ليولك نحط أبو هاجر تحت عيوننا. الفنان الشاب وليد فواز الذي لمع اسمه في السنوات الأخيرة بعد عدة أدوار قدم في أعماله التلفزيونية والكثير من الأعمال الفنية الناجحة. أنا جاي معاكي. جاي معايا فين؟ رايح مطرح ما انت رايحة يا أمي. يلا. بدت علاقته بالفن من الوقوف على خشبة المسرح، وشارك بعدها في عدة أعمال فنية وظهر بشكل أوضح ليصبح محطة انطلاقاته الفنية لعالم الشهرة بأدائه المميز الفريد. هتظل طيب الوقتيش يا نصر. الدكتور قضيته هي قضيتنا وهي التمكين. مين ما بيحب الدراهم؟ الكل بيريد الدراهم والحرايب. الجيش ضرب مزرعه ابو انس ورجاله كتير ماتوا. كيف وصل له؟ محدش يعرف. وبعد نجاحه وتميزه في أدائه للأدوار التي أسندت إليه في السباق الرمضاني لهذا العام، وصف بأنه جوكر الأدوار الشريرة، فقد أجمع عليه الجمهور والنقاد. فمن يراه في دور أبو أسامة المصري بمسلسل الكتيبة 101 لا يصدق على الإطلاق أنه هو ذاته من قدم عبد الله المطلب في رسالة الإمام. أتعتقد بأن الخليفة المأمون يطلب رأسي؟ لا، تقول أخبار إنه أمرهم بعزلك والنظر بأمرك، فلقد أرسل الوالي أكثر أبنائه طهورا. أتساندني أيها السري وإذا ما شرع العباس وابنه بالظلم والبغي؟ سأساند الحق. حسنا أيها السري. كنت بقول لحضراتكم في البداية إحنا أمام ضيف غول تمثيل، يعني ابن المسرح والواقف على المسرح وعنده إمكانات المسرح. لما بيجي للسينما وبيجي للتلفزيون وللدراما بنلاقيه فعلا بيتألق ويستحق أكثر مما هو عليه الآن. يعني النجم والفنان الأستاذ وليد فواز، مساء الخيرات وألف مبروك ومشرفك. مساء الخيرات يا أستاذ عمرو. أولا يعني أنا بشكرك وبشكر العب. يعني قصة البرنامج على التقرير الجميل ده، وبشكرك على التقديم اللي انت قدمتني بيها. احنا ما جبناش حاجه من عندنا بالمناسبه. هو ده شغلك وهو ما تستحق بكل تاكيد. يعني اشكرك جدا، وبجد انا مبسوط ان انا معاك النهارده. الله يخليك، ده شرف لينا. شرف لينا. اولا الف مبروك على العملين المميزين اللي كانوا في رمضان، الكتيبه 101 ورساله الامام، وشخصيات قويه واداء قوي. ارجوك قول لي استعديت للشخصيتين دولت ازاي. ماشي. هو طبعا اولا مين، معلش سامحني، مين فيهم الاقرب لقلبك الاول؟ والله انا اي دور بلعبه بيكون قريب لقلبي، بس في واحد بيكون ايه، عارف انت الابن الشقي. فانا اقدر اقول لك انه دور ابو اسامه المصري دور بالنسبه لي عامل زي الايه، دور بلغه ايه اهل الكار بتاعي او اهل المهنه بتاعتي يقول لك دور حراق. مظبوط. فابو اسامه كان بالنسبه لي هو الطفل الشقي، هو اللي محتاج مني مجهود اكتر. صح. انا كان عندي حلم طول الوقت يا استاذ عمرو ان انا اقدم شخصيه بتتكلم باللكنه السينويه. ده من زمان جدا يعني. كنت حاسس ان انا بصراحه سيء الحظ ان انا لم يتاح لي الفرصه ان انا اشارك في المسلسلات اللي هي ذات الدراما الوطنيه او الدراما العسكريه. ايوه. الاختيار، سلسله مثلا الاختيار. بالظبط. فانا كنت بحس ان انا يعني مش محظوظ كفايه عشان ان انا ما اشتغلتش. فلما جالي المسلسل بتاع الكتيبه 101 مسكت فيه بصراحه. كويس. مسكت في هذا الطفل. الطفل الشقي ده. وخد مني مجهود حقيقي ما اقدرش انكر يعني. عشان طيب يعني عايشت الشخصيه دي زي شخصيه ابو اسامه الراجل الارهابي العنيد ده، لمست الشخصيه دي منين او حاولت تجمع خيوطها ازاي؟
طيب هو الشخصية دي صعوبتها في أنه مفيش مادة فيلمية أو دوكيومنتري كتير عنها في الوسائل المرئية، تمام؟ هي يعني شخصية افتراضية مش حقيقية، شخصية حقيقية 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 تماما. لكن المقاطع، الراجل ده فعلا كان هو اللي مسؤول عن أي خطب تحريضية عقب أي عملية إرهابية تجاه جنودنا وتجاه أبطالنا وتجاه الشعب السيناوي أو تجاه أي مصري موجود يعني. فكان دايما المقاطع موجودة ما كانتش بتبقى واضحة أوي للراجل ده. لكن السادة القائمين على المشروع من الشؤون المعنوية بوجه لهم كل التحية طبعا، وفروا لنا مصححين للهجة. بشكر طبعا ثابت وبشكر خالد، مساعد الإخراج محمود، الثلاثة دول تحديدا كانوا بياخدوا السكريبت اللي هو كاتبه إياد صالح، مكتوب باللهجة اللهجة بتاعتنا بنتكلم بيها العامية، وكانوا بيحولوه من المصري للبدوي. كويس. برضو كنت بسمع فويس نوتس بالكلام ده وهو منطوق بالسيناوي بصوت المواطنين السيناويين دول اللي هو خالد وثابت. فاتدرب مع نفسي اروح التصوير، يجي لي مساعد الاخراج، بعد كده وقوفا قدام الكاميرا فبيكون مصحح اللهجه حاطط السماعه في ودنه، لو انا قلت كلمه غلط من حقه شرعا يعني يقول للمخرج معلش احنا هنعيد تاني عشان الكلمه ما طلعتش مظبوطه. لكن واضح انك ما شاء الله خدتها كلها وان شوت يعني، يعني واضح كده يعني. الحمد لله. مسرح بقى بالظبط بالظبط. يعني بمناسبه المسرح انه ما حسيتش بالصعوبه قوي في مسلسل رساله الامام، لانه في النهايه دور باللغه العربيه، انا راجل يعني اقرا القران الكريم فبفضل الله، فلما بتقرا القران الكريم بيكون لسانك طلق صح، تعرف تتكلم بسهوله يعني. الحاجه الثانيه انه هذا الدور كان ليه مرجعيه تاريخيه، مش عندنا الماده الكتيره قوي حوالين المطلب ابن عبد الله الخزاعي، ولكن في النهايه هو كان راجل والي للفسطاط، يقال سنه ونص، فانت عندك ليرز شويه هتلاقي عنه بالزبط. في التاريخ طبعا هنيجي طبعا طبعا يعني على رساله الامام، ولكن نشوف كده مشهد من الكتيبه 101، هو من المشاهد الجميله الحقيقه، المشهد اللي في النفق وانت عايز طلب من الدكتور يعني طبعا. المشهد الحقيقي من المشاهد اللي لفتت انتباهي وانتباه ناس كتير جدا لوقت عرض المسلسل في رمضان. تعالوا نشوف المقطع ده ونرجع نشوف الذكريات بتاع التصوير مع الاستاذ وليد. يا هلا بالبطل، استنيتك من ساعه ما جاني الخبر، بس انت اتاخرت علي. معلش، ما هو كان في واجب لازم اعمله، جنازه وعزاء الحين يا دكتور صرت منه، وانا ودي اياك تكون في القياده، عشان كذي لازم تمر بالترتيبات كلها. يعني ايه؟ يعني تعال هات يا دك. شكرا. يعني يا دكتور اللي بنضم لينا ما بيبدأ العمل والجهاد على طول، لازم يمر بفترة إعداد. فترة إعداد زي لعبة الكورة كده. الوقت هذا دكتور في وقت للعلم الشرعي والفقه، ووقت الحمل سلاح، ووقت للأمن والاتصال والتواصل الآمن. لا 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 لا، أنا آسف أنا آسف، أنا ما اتفقتش على كده أبو أسامة. يا دكتور انا عارف انك مهم، بس انت مكانتك هتصير كبيره، انت سويت اللي ما في حدا منا قدر يسويه، ذبحت الشيخ موسي، هذا شيء مش قليل، وما في حدا يقدر يشكك في انتمائك، وزي ما قلت لك ودي اياك تكون في القياده، فلازم تمر بالترتيبات كلها، كل ما عليك روح المضيفة وأنا هلخص كل شيء. أنت هتكون في القيادة من فوق، وأنا ودي أنك تبايع الأمير أبو دعاء بذات نفسه، وأنا وعدك بهذا. موافق. واسمح لي هختار لك كينيا جديدة، كينيا ما في حدا في سينا ما يعرفك بيها. هتسموني ابو هبه،
هتصير مختلف، هتصير حكيم، هتصير حكيم. حكيم حكيم حكيم. قل لي يا حكيم، متى أقدر أعيش حياتي طبيعي؟ وقت إيش؟ عادي عادي، في أي وقت إن شاء الله، من دلوقتي يعني، بس طبعا من غير المجهود الكبير يعني افرض يعني أي نوع من التعب، يعني افرض يعني مثلا إني يا حكيم، فاهم أنت أي نوع من التعب يعني؟ عايز تسأل على إيه بالضبط؟ يا حكيم، بقول إنك فطن، ذكي، لماح. تعب يا حكيم، التعب اللي يريح النفس. أيوه. بس ده مجهود مش قليل يعني. لا يعني أعتقد أسبوع مثلا تقدر أسبوع وتقدر تعمل مجهود اللي أنت عايز تعمله. لله الأمر من قبل ومن بعد. أسبوع. حكيم. مشهد أكيد من أصعب المشاهد، مشهد حوالي 2.5 دقيقة تقريبا يعني. هو المفروض إنه المشهد ده وان شوت، يعني أنت بتبدأ من زي ما حضرتك كده النزلة بتاعت النفق، بتنزل من أول ما بتنزل من النفق بتقول الكلام لحد ما بتوصل جوه، وأنا من خلال برنامجك بقول حاجة لأول مرة هقولها، إنه المايك في المشهد يعني في التيك ده وقع. كان المفروض الاستاذ محمد سلامه اللي ان احنا نكمل في بقعه نور معينه مثلا، فوقع تمام. لاحظ ان انت بتبقى وانت بتمثل، انت غير ان انت عندك بقى اللكنه الصعبه، انت في عندك بقى الاستدي كام والناس اللي شايله الكاميرات على كتافها والناس اصلا ممكن تبقى تعبانه، وانت عايز تراعي كل ده مظبوط. واحنا عشان كان تمثيلنا في التيك ده كان حلو قوي، الاستاذ محمد سلامه ساعتها استخسر قال لك خلاص يعني خلاص وقفوا في الحته دي، وهي ماشيه كمان مع ان في نفق ومخبي صوت وواطي صوتك بالزبط. فمشيت كلها بالزبط. بس كان مشهد من المشاهد الصعبه في التمثيل، كان لازم تاخد كله وان شوت على طول، الحوار كله بالظبط بلا توقف بلا توقف. طب اصعب مشهد تقريبا انت عملته في الكتاب 101 كان ايه؟ والله الحقيقه استاذ عمرو انه كل المشاهد اللي عملتها تعتبر صعبه، لكن اصعب مشهد بالنسبه لي كان في رمضان. انا كنت صايم، بنصور مثلا الساعه 12 الظهر، الجو كان حر جدا جدا جدا، في اقتحام الشيخ زويد، فكان الكاوتشات بقى مولعه، دخان اسود خانق للصدر، مطارده، المفروض انه زميلي وصديقي النجم عمرو يوسف يعني المفروض ان هو بيضرب عليا بالنار، وانا برده برد بالنار وبجري، فكان جو كده خانق شويه يعني. ايوه كان صعب. ده بالنسبه لي كان صعب شويه. كان المشهد بتاع التخطيط وانت بتخططوا لاقتحام كمين الجوره. وانت طيب احكي لي، وانت لما يعني انت عارف الاحداث دي واحنا عشناها مع بعض وشفنا الكلام ده، وانت بتأدي الدور ده انفعالاتك كانت عامله ازاي وانت بتخطط لعمليه ارهابيه شديده الدمويه والعنف زي اقتحام كمين الجوره؟ كانت المشاعر جواك عامله ازاي؟ ده سؤال جميل جدا. شوف، انا في الاساس كوليد فواز اللي قاعد قدامك دلوقتي شخص اكيد ايديولوجيا وافكارا ومبادئ النقيض او الحته اللي بعيده جدا عن هذا الشخص أكيد. اللي اسمه ابو اسامه المصري. لكن انا كممثل لما باجي اتفرج كده على ابو اسامه ده، ما انا بشوف افكاره وايديولوجياته اللي مش بالضروره اكون مقتنع بيها، لكن انا لازم كممثل اكون انا المرايه بتاعته عشان يعيش احساسه الطبيعي اللي هو كان حاسه بالظبط في التوقيت ده بالظبط، وده يظهر على الشاشه منك بالظبط كده، احول افكاره اللي انا معترض عليها كوليد. لكن لو انا خدت موقف الرفض في التمثيل يبقى انا كده عندي مشكله. طبعا. فانا كنت بشوف الراجل ده بي 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 بتخيله انا ببقى عامل زي الرسام كده، الممثل لو بفرضيه انه ممثل حقيقي يعني بيكون رسام،
بتقعد ترسم كده ابو اسامه ده هيتكلم بالطريقه الفلانيه، ابو اسامه ده خلفيته كذا، طب هو برجماتي لحد فين، طب هو اصلا ليه بيكره الجيش، طب هو ليه عايز يهاجم الكمين ده، عايز يوصل لايه، وهكذا. بالظبط بالظبط. طيب نشوف المشهد ده من تخطيط ابو اسامه لاقتحام كمين الجوره، برضو من المشاهد اللي كانت الحقيقه قويه، وبنشكر الحقيقه كل القائمين على العمل بالمناسبه على الجهد الكبير اللي قاموا بيه. طبعا ابو ضعاب يسلم عليك يا ابو هاجر، بيقول لك ان الكلام اللي بنقال عليك ما له ثمن عنده، وبياكد عليك انه واثق فيك ولا عن ثقه ابو دعاء والتنظيم. بس محتاجين ناخد بالنا الفتره الجايه مش هينفع حد يغلط اي غلطه. انا جمعت مجموعه من الرجال اللي بوثق فيا وجهزنا سياره مفخخه، عم نفكر نهجم على كمين الجوره لحتى نرد على كل اللي عملوا الطواغيت، وبوعدك انه نقضي على كل القوه اللي بالكمين. كمين الجوره، ما احنا بنهجم عليه كل يوم بقوات صغيره، طول ما هارون هناك مش هينفع تهاجم بقوات كبيره، رجالتك كلها هتموت. اعطيني الاذن وانا راح احرق الكمين باللي فيه، بدل ما كل اللي عم نعمله ان احنا نحاوطه بالعبوات. ويا ترى بقى انت هتكون معاهم في الهجوم ولا هسيبهم يموتوا لوحدهم هناك؟ ابو براء، اننا هنا هالموضوع لا تتحدث فيه ثاني. ابو هاجر، من الحين ما في تخطيط فردي. احنا بنجهز لغزوة كبيرة حنرد بيها على سواهي الجيش في الشهور اللي فاتت، عشان كذي مطلوب من كل واحد فيكم يجهز أفضل رجال عنده ويعزلهم في مكان يجهزوا فيه. الغزوة هذي انتم اثنين مطلوب منكم تركيز وتفاهم. ايه الهدف؟ لسه لا تسألني الحين، هتعرف كل شيء في وقته. عشان كذي هذول الرجال ودي ينعزلهم حتى معاد التنفيذ، عشان تكون مفاجأة. السلام عليكم يا مطلب. ألا ترد السلام؟ افتح الباب. فلك يا رجل نسلم فلا ترد. كنت أتذكر شعرا قديما أحبه. أسمعني. لم أكن أعلم أنك تحب الشعر، وأحسبك تبعد عن الاستمتاع به ألف ألف ذراع. أسمعنا، جربني وقل. إذا المرء لم يحتل وقد جد جده، أضاع وقاس أمره وهو مدبر. ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الأمر إلا وهو للأمر مبصر. جميل، لكني لم أسمع به من قبل. ثابت بن جابر. عظيم، ثابت بن جابر، فاتتني. لماذا يشرفك الجروي؟ سياستي يا مطلب، إنما
أقوم بما يملى علي. وأنت الأجدر في هذا يا جروي؟ يسعدني أنك تتفهم ذلك. يجب أن تأكل قليلا. نعم يجدر بهذا. الحقيقة مسلسل رسالة الإمام رجعنا ناس من جيلنا، يعني الناس اللي في الأربعينات والأكبر مننا، رجعنا تاني لفكرة إن احنا نشوف المسلسلات التاريخية والأداء المنضبط، الصورة الحلوة. طبعا ليث حجو طبعا تحياتنا ليه طبعا، طبعًا، طبعًا. وكل فريق العمل، محمد هشام عوبية وطبعا طبعا محمد هشام طبعا، يعني دور عظيم وأداء وكتابة وورق وحاجة جميلة جدا، رسم للشخصيات. أرجوك قولي لما تعرض عليك رسالة الإمام انت حسيت بايه، وانك مقبل بقى على دور او مسلسل مختلف تماما تماما عن ما سبق؟ شوف، هو طبعا في كذا عامل يخليني ما اخدش وقت في اتخاذ القرار. اولا انه انا من يعني بيك فان مثلا النوعيه دي من المسلسلات، تحديدا مسلسل زيني بركات. يا سلام. انا فعلا بجد بحب شخصيه زيني بركات قوي. طبعا. وكنت بحلم في يوم من الايام ان انا عايز اعمل يعني عايز اعمل حاجه كده. الحاجه الثانيه، انا ترشيحي في المسلسل جه من 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 انسان انا بعتبره الاب الروحي ليا، الاستاذ تامر محسن. طبعا. فهو الراجل كلمني طبعا، وكان يعتبر هو اللي مقدمني بشكل فعلي في بدون ذكر اسماء تاليف الراحل الكاتب الكبير وحيد حامد. طبعا. فالاستاذ تامر محسن ليه فضل كبير عليا قوي يعني. فالراجل كلمني قال لي والله في بروجكت كذا كذا كذا، والاستاذ ليث حجو عايز يقعد معاك. فرحت قعدت مع الاستاذ ليث حجو، اللي هو اصلا انا كنت بتفرج على حاجته اللي بره مصر، حاجه يعني برضو عظيمه جدا يعني. طبعا. طبعا. ف بالظبط، فكل العناصر دي كلها متجمعه، انتاج المتحده اللي هو يعني كيان ضخم جدا، منظم، كل الامكانيات مسخره. فطبيعي ان انت كممثل يعني مش هتاخد وقت كتير يعني. ما فكرتش كتير. بالظبط. طيب الشخصيه والهيبه وتطلع والاداء، اداء الحقيقه راقي مسرحي، اداء تقيل، غول يعني، غول تمثيل فعلا، ما هواش مجامله. الشخصيه دي برضو انت جهزت لها ازاي؟ وهل فكره المسرح والاداء باللغه العربيه والفصحى، هل ده سهل عليك المشوار؟ فكره ان انت جاي من مسرح، ده بيخليك زي لو احنا استخدمنا اللفظ، اتمنى يكون مناسب، ان انت محراب اللغه ده بالنسبه لك انت رحته كتير. صح. فاللغه العربيه انت ما عندكش مشكله فيها. لما بيكون الـ الـ المرايه اللي قدامك مرايه صادقه من مخرج صادق وبيفهم، وكتاب على اعلى مستوى، مع كان في برضو بوجه شكر برضو المتحدة ان هي وفرت باحث تاريخي اللي هو الاستاذ علاء عزمي، الباحث التاريخي في المشروع ده، لانه مشروع مهم جدا. طبعا. وكان لازم يتم الاهتمام به بهذه الطريقة عشان يحترم وعي المتلقي، عشان ما يحصلش القيل والقال وفكره اصله المعلومات مغلوطه او مش مغلوطه. لا، احنا كنا بنذاكر كويس جدا كل حاجه عشان ما حدش يقول انه في حاجه ناقصه. شفتوا ازاي مثلا، انا اسف لمقاطعتك، التسرع من بعض الناس، قال لك شوف ده خالد النبوي طالع بنضاره، يعني شيء الحقيقه كان تصيد، كان غير مفهوم ان حد يتوقع ان يعني تفوت على فريق العمل او على النجم نفسه خالد النبوي انه يطلع. بالظبط. بالظبط. الامام الشافعي بنضاره يعني، اكيد يعني. شفتوا ده ازاي وانتم بتشتغلوا؟ يعني الصوره اللي حضرتك تفضلت بالاشاره اليها، صوره للاستاذ خالد النبوي من بروفة قراية يعني، قبل باينة جدا يعني، لابسة نظارة. الزميلة اللي كانت بتراجع معاه. بالظبط. كانت واقفة حتى جنبه، بس قطعوها، جابوه هو. بالظبط. فهو عودة لسؤالك، انه في حالة من حالات التصيد، انه انت لسه ما كملش المسلسل، اول يوم تاني يوم، ازاي ان انت بتقدم شخصية، ان في ممثل عموما
سواء بقى مصري عراقي اي جنسيه بيقدم شخصيه الامام الشافعي رضي الله عنه. طبعا الامام الشافعي شخصيه عظيمة جدا وشخصية أثرت الحضارة الإنسانية كلها. وكيل الإمام أحمد بن حنبل مثل صح كده كل الأئمة تقريبا يعني بالظبط. عم الرسول صلى الله عليه وسلم جعفر سيدنا جعفر عبد المطلب سيدنا حمزة بالظبط يعني. فيعني أنا مش فاهم برضو ليه الهجوم المبالغ فيه ده، ليه المزايدة المبالغ فيها. تفتكر ليه؟ أنا أعتقد لأنه شوف من اجمل الحاجات اللي انا بتابع البرنامج بتاعك، فطبعا البرنامج بتاعك كان بيناقش فكره المبادره بتاعه الحوار الوطني، تمام؟ فجميل جدا انه يتم الاشاره ايه الانجازات اللي حصلت اللي ممكن يكون الناس مش شايفاها بشكل واضح لانه لا يتم تسليط الضوء عليها بشكل كفايه. فكره تغيير الخطاب الديني والفصل ما بين روح الدين وبين المغالاة، تمام؟ طبعا في أي دين في الدنيا، تمام؟ سواء كان دين سماوي أو دين غير سماوي بيكون في مجموعة من الناس اللي بتعتنق الفكر المتطرف فيه، صحيح؟ تمام؟ فأنا أعتقد أنه بدون يعني مع كامل الاحترام لأي حد هاجم المسلسل، وده حقه على فكرة، وإحنا دورنا بنقدم المحتوى وإنت من حقك أنت تنتقد، أوكي صح. تمام، لكن الانتقاد يكون بموضوعية. فالفكرة في انهم مش قادرين يتخيلوا يعني ايه نقدم مسلسل تاريخي له تايتل ديني مثلا او سمت ديني، فان انا مش هينفع ان انا اقدم شخصية الامام الشافعي. طب اقنعني بموضوعية، ليه ما اقدمش شخصية الامام الشافعي؟ انا اعتقد ان الموضوع كله ليه علاقة بفكرة التطرف. بس ده وجهة نظري المتواضعة يعني. طيب أنا عايز أروح معاك لمساحة بقى تانية بعد ما اتكلمنا على العملين الناجحين ليك في شهر رمضان اللي فات. أنا الحقيقة بقول لك بمنتهى الصراحة، من أول السبع وصايا ومن ساعة كمان دورك في حارة اليهود، مسلسل حارة اليهود، أنا واحد من الناس كتير جدا كانت بتتوقع إن وليد فواز مع احترامي بحفظ الألقاب يعني شكرا هيفتح سبرنت بإمكاناته اللي احنا شفناها دي، وصوم كمان في السبع وصايا. كان اسمه احمد ايه فكرني. احمد عرنوس. احمد عرنوس، احمد عرنوس، والنسناس اللي كان معاه ده والمشاهد الشهيره دي. فالناس دي كانت بتتوقع لا ده في خلال سنه سنتين ثلاثه بالكتير الادوار هتكتر، الادوار الثقيله هتكتر، هياخد مكانه متقدمه جدا. ايه اللي حصل؟ في نجاحات الحقيقه، ولكن مش بنفس اللي كان جمهورك اللي كان منتظره منك في البدايه. كان يأمل. بالظبط. وصل لما كان يأمل او يتوقع منك، ايه السبب؟ انا هكون صريح معاك والله عمرو، يعني بـ بـ بكل الشجاعه الادبيه، انه انا مسؤول عن ده بشكل كبير. الواحد لما بيكون انا جبت سن ال 40 خلاص، تمام؟ ما يا شباب. الله يخليك. قبل الأربعين بيكون الواحد شوية واخده نزق الشباب زي ما بيقولوا، متسرع في قراراته. فممكن أنا ما كنتش مهني كفاية، ممكن ما كنتش فليكسبل زيادة أو مرن زيادة مع متطلبات المهنة، تمام؟ ممكن، وبعترف لك اعتراف صريح، أن ممكن أكون اتغريت. ممكن أكون اتغريت، وده بعد إيه اتغريت؟ بعد أي عمل؟ بعد السبع وصايا. بعد السبع وصايا حقيقي، بعد احمد عرنوس والنجاح اللي حققه في الشارع. اتغريت. لازم اكون صريح مع نفسي، تمام؟ الحاجه الثانيه وهي المفروض تبقى رقم واحد، انه في الاول وفي الاخر لازم الانسان يبقى عارف كويس قوي ان هي بتبقى بميعاد من ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. انا برضو بعترف لك انه انا في الاول ما كنتش بحسبها كده، بحسبها فكره ان انت بتعمل مجهود فانت لازم توصل لحاجه معينه، لكن في الاول وفي الاخر في ترتيب ربانيه، في ترتيب قدريه، لازم تؤمن بده كويس جدا. اكيد. فلما انت بتمر بقى في حياتك كلها بابس اند داونز كتيره، بتصل للجوهر بقى بتاع الفكره دي، ان انت سلم امورك لله. ولكن علينا دور يعني طبعا علينا دور، عشان إيه؟ اما بقى في ان احنا ننقي، ان احنا نجود، ان احنا نسوق نفسنا. شايف جزئيه التسويق دي ازاي؟ الفنان يسوق نفسه. مهمه جدا جدا ان انت تسوق نفسك،
وانا مؤخرا بحاول اصلح الغلط اللي انا كنت غلطته قبل كده، ان انا ما كنتش مهتم بالسوشيال ميديا بصراحه، ولا كنت مهتم بجد ان انا اطلع في برامج مثلا اتكلم عن شخصيتي او افكاري او ما شابه. عشان كده لما جالي البرنامج الكريم بتاعك، طبعا فين وفين لما بنلاقي محاور ممتازة حضرتك ومهني وموضوعي، برنامج متشاف كويس جدا، فأنا طبعا لازم أكون ضيف معاك يعني. فبحاول إن أنا أصلح كل الأخطاء اللي أنا مسؤول عنها. تمام. عودة الجملة حضرتك قلتها وجملة مهمة جدا، إنه مع الإنسان إلا السعي، لازم تسعى برضو طبعا. فأنت بتسعى، بتعمل اللي عليك، بتاخد بالأسباب، ولكن النتيجة طبعا. هي في النهاية بتبقى في قوة أعلى منك، قوة قد في قوة ممكن تسميها قوة القدرية، ممكن المؤمنين النصيب ليها كذا مسمى. أنا بالنسبة لي ربنا سبحانه وتعالى هو بحق الكافي والنون، إذا قال كن فيكون ونعم بالله كن فيكون. طيب نشوف مشهد كده لأحمد عرنوس من السبع وصايا، وهو كان حقيقة من المسلسلات الجميلة جدا واللي حققت شهرة وانتشار ورد فعل عند الناس، ودور أحمد عرنوس والنسناس، هنيجي على النسناس ده وإيه قصته وإزاي كان بيتعامل معاه النجم وليد فواز، ولكن نشوف المشهد ده الأول. بص يا سيدي، بص نوصل لحل وصل، أنت تموتيني من غير ما تموتيني، وأنا أقتل نفسي من غير ما أقتل نفسي. صح صح، يبقى لا منك مت كافر ولا مني أنا اللي موتك. بس بشرط أشرط يا أخوي تحلفي وغلاوة القرد ما تتجوزي علي. يا ليلة الأصل هتتجوزي علي. ما هو يا أحمد الجواز ملوش دعوة بالحب يا أحمد، في حاجات الستات ما ينفعش تستغنى عنها. والنبي. أيوة. طيب طب استنى، حتى يعني 5 سنين كتير والله العظيم، والله العظيم ما هبص الراجل غيرك لحد ما الحول يخلص. خلاص سنة بحالها مرضي؟ سنة؟ ايوه مرضي. هنعملها ازاي دي؟ نفكر. سنة؟ ايوه. طيب شخصية أحمد عرنوس دي يعني برضو حضرت لها إزاي، وإيه فكرة القرد ومين صاحب الفكرة وإنك تتعامل معاه بالشكل ده؟ هو طبعا عشان بس دي واحد بس رجع كده بذكريات حلوة، لأنه برضو المسلسل ده أنا بحبه يعني، وده اللي يعتبر برضو يعني عرف الناس، يعني خلى قطاع عريض من الناس يعرفوني. صح، ما أنا كنت بادئ قبلها بفترة بس ده كان نقلة يعني قبلها على طول كان بدون ذكر اسماء. ايوه ده قدمني للصناعه وقدمني للناس، لكن انتشار جماهيري اكتر كان في سبع وصايا حقيقي. وبعد كده حصل بقى الانطلاقه يعني. فكره القرد وكل مفردات الشخصيه باستثناء اللزمات دي كانت بصراحه محمد امين راضي الكاتب الكبير اللي بوجه له التحيه طبعا من خلال برنامج حضرتك. طبعا هو بتاع العوالم دي، العوالم اللي هي الغرائبيه والعوالم الخفيه فعلا، المورائيات. طبعا هو ملم بالتفاصيل العوالم دي جدا، تفصيله القرد دي طبعا مكتوبه طبعا مكتوب. رسم الشخصيه محمد امين راضي، شخص الديو اللي ما بين ام وعرنوس، كتابه محمد امين راضي، بياتي دور الممثل انه اللزمات يعني مثلا ايه الولايه دي؟ ذبحت غراب ليه ولايه؟ ايه تطجنت الكلام دي بتاعت بكا ومثل طبعا
طب التدريب بقى في التعامل مع القرد، هل كنت اتعاملت مع قرد قبل كده وتحكمت فيه زي ما كنت؟ لا والله، والحقيقه انا ما اتعاملتش مع قرد قبل كده، لكن هم كانوا جايبين برضو يعني صاحب القرد او مدرب القرد القردات بس بس بشكل يعني شيك شويه. فكان الراجل ده موجود معانا طول الوقت عشان يضمن انه هاني. بالمناسبه القرد كان اسمه هاني. كان اسمه هاني. ده بجد ده مش افيه، ده بجد. القرد كان اسمه هاني، وكان هو موجود في الـ في الـ في اللوكيشن عشان يضمن انه هاني ما يتعصبش او يتنرفز او يطلع منه اي حاجه مش مظبوطه. وبالتعود بقى هاني بقى معانا لطيف. يعني بقى لطيف، يعني انا اكله فول سوداني فممكن يروح ايه يعمل لي كده مثلا، اكله بيتنطط ويتشقلب ما هو تديله المزاه هيبقى لطيف جدا يعني. والله يعني كان لطيف يعني. فتمام يعني، فكان التعامل مع 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 الحيوان الشمبانزي يعني كان تجربه جديده بالنسبه لي، وانا انا كممثل تجربه جديده بالنسبه لي طبعا ان اتعامل مع هذا الحيوان يعني. انا وزميلتي طبعا هنا شيحه، فكانت تجربه حلوه بصراحه الحق طالع يعني. انا الحقيقه وناس كتير جدا اتاثرنا اليومين اللي فاتوا بشكل كبير وحتى الان برحيل مصطفى درويش رحمه الله عليه. والحقيقه من اكتر التعليقات اللي كانت مؤثره كان نعيك لي في رحيله، فانا اسف يعني ان انا بنكى الجرح ده تاني، ولكن هو يستحق من احنا نظل من وقت ولحين لاخر احنا نتذكره بالخير، ونسال الله سبحانه وتعالى له المغفره والرحمه ان شاء الله يعني. ف امين رب العالمين. يعني تلقيت الخبر ده ازاي؟ شعورك كان ايه؟ هل اجتمعتوا مع بعض في حاجه بدليل يعني الحال نعيك ليه كان مؤثر يعني؟ هو طبعا مصطفى الله يرحمه لا ادعي انه كان صديق مقرب، ولكنه كان صديق. اشتغلت انا ومصطفى قبل كده في بدايه مصطفى وفي بدايتي انا كمان. اشتغلنا في مسلسل كان اسمه سيره حب، كان اخراج مندو العدل، كان مسلسل 90 حلقه، كان مصطفى بيتلمس طريقه لسه، انا برضو كنت لسه برضو بتلمس طريقي، ما كانش في ما بيني وما بينه مشاهد كتيره، ولكن جمعني الكواليس ما بيني وما بينه قد ايه هو كان شخصيه في منتهى اللطف. فعلا رحمه الله عليه كان كل كلمه اتكتبت عنه الكلمه دي او الكلام ده كان كلام حقيقي جدا. راجل رحمه الله عليه ما كانش بيجاهر ابدا بفعل الخير. بس كتير قالت اتفاجئنا ان كان ما بيننا انسان جميل بالشكل ده واحنا ما كناش نعرفه. بس كتير قالت كده وكتبت كده. بعد كده انا ومصطفى كنا بنتقابل في مناسبات اجتماعيه. الحقيقه انه طول الوقت كان بيصدر لي طاقه ايجابيه جدا. برضه في, في 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 اي عمل ليا ناجح كان رحمه الله عليه كان يا برساله مباركه يا بمكالمه جدا. انا برضو العكس بالعكس، انا كنت بكلمه عجبني دورك جدا يا مصطفى مثلا رحمه الله عليه في 100 وش وهكذا. انا بستغل برنامجك عشان اقول بس حاجه، انه الشيء المحزن في الموضوع يا استاذ عمرو انه الناس الحلوه اللي زي مصطفى ليه بنستنى بعد رحيلهم عشان نقول لهم انتوا كنتوا جامدين قوي، كنتوا كويسين جدا، كنتوا حلوين قوي، وتستحقوا كذا وكذا وكذا وكذا. ليه ما بنقولش الكلام ده وهم عايشين؟ مصطفى كان شغال كويس، ولكن مصطفى برضه في النهايه زيه زي اي فنان فينا، زيه زي اي انسان، كان مستني من الناس فكره الاعتراف بموهبته. مصطفى بالمناسبه كان ممثل كويس جدا جدا جدا. حقيقي حقيقي. فكل اللي انا اللي انا اللي انا طالبه يعني لاي حد، لا اتمنى طبعا لحد انه يعني يرحل بالموت الفجائي رحمه الله عليه. لكن انا بتمنى لاي فنان او لاي انسان انه ياخد حقه وهو عايش. ده دي اللي انا عايز اقوله بجد. نقدر الناس ونحترم الناس ونقدر عملهم ايا كان العمل بالزبط. هم عايشين ونقول لهم شكرا. بالظبط. لازم نقول للناس شكرا، لازم نقول للناس احسنتم. بالظبط. معلش لو هستطف بس في الحته دي. اتفضل. انه انا حتى هذه اللحظه وانا قاعد معاك ممكن اكون ببتسم، ممكن اكون بضحك، ولكن انا حتى هذه اللحظه انا مش مصدق ان مصطفى مشي، بالرغم ان هو ما كانش صديق المقرب، ولكن مش قادر اصدق حتى هذه اللحظه. هو ما يغلاش على اللي خلقه طبعا رحمه الله عليه، واتمنى انه
فكرة الاعتراف أو التكريم مش للشخص حتى بعد وفاته، لا حتى كمان كبار السن في أي مهنة. مظبوط. لازم نقول لهم صح. أحسنتم. مش بعد كده أنه نسمي شارع أو نسمي بالزبط. حاجة، ولكن نقول لهم دلوقتي، نقول لهم أننا متشكرين لكم. بالظبط. طيب نروح للجديد بقى، ايه الجديد اللي انت شغال عليه، وهل ممكن نلاقي حاجه كده سينما ولا بعيده شويه؟ لا لا ان شاء الله ان شاء الله. في انا بستكمل دوري في فيلم شقه، اخراج كريم السبكي، تاليف وسام صبري، بطوله طبعا اصدقائي النجوم الاعزاء يعني عمرو يوسف، تايسون، محمد ممدوح اللي بحبه يعني حب شديد جدا انا وهو يعني عشره، دينا الشربيني، امينه خليل، بدون ترتيب طبعا، كل واحد ليه كامل الاحترام. الفيلم ده تجربه سعيد بيها جدا. في عندي فيلم تاني ان شاء الله برضو، الفيلم ده اسمه سر عوده طاقيه الاخفه. سر عوده طاقيه الاخفه بالظبط. نقدر نقول استاذ عمرو ان هو الفيرجن 2023 من الفيلم بالظبط بالظبط بالظبط. مين هيبقى عامل دور عصفور قمر دي؟ محمود الليسي. محمود الليسي اس ان ال اللي هو الشاب ونانسي صلاح. انا بعمل تقدر تقول يعني المعادل توفيق الدين. بالظبط بالظبط. العلبه دي فيها ايه؟ بالظبط. لكن طبعا نتمنى انه بلغه السوق بتاعنا يقول لك ربنا يحسن سوقه يعني، وربنا يوفقنا فيه، لانه في النهايه احنا بنحط في مقارنه كبيره جدا جدا مع اساطير بجد. قارن بقى بالتدهد من دلوقتي، من اول ما اعلنت دلوقتي هتلاقي مقارنات ما بينك وما بين الراحل العظيم توفيق الدقن. يعني يا رب نيجي سوتسو، يعني سوتس هذا العملاق يعني. مسؤوليه كبيره دي بقى طبعا. اللي عندي كمان تجربه ان شاء الله برضو انا سعيد جدا بيها ان شاء الله، اسمها بين السطور، دي انتهيت منها ان شاء الله. دي هتكون ان شاء الله على شاهد باذن الله وام بي سي. في عندي طبعا مسلسل بين السطور اخراج وائل فرج، خايف انسى اي اسم طبعا، بطوله طبعا حبايبي واصدقائي صبا مبارك، جامايكا، احمد فهمي. في باذن الله برضو مشاريع قادمه مع المتحده باذن الله. يعني ان شاء الله الفتره الجايه في حاله زخم ان شاء يعني الله يعني. جميل. يعني انت شوقتنا الحقيقه ان احنا ننتظر الاعمال دي، لان طلتك وادائك والامكانات اللي بتمتع بيها النجم وليد فواز الحقيقه بتبشر ان اي عمل هيكون فيه اضافه ويكون حاجه جميله تليق بالفن المصري يعني. شكرا جدا، بشكرك، بشكرك على وقتك، وشكرا جزيلا وسهرناك معانا، لكن استمتعنا بوجود حضرتك لنا معانا. انا استاذ عمرو اللي بكرر شكري ليك للمره الثانيه على وجودي في هذا البرنامج الكريم. الله، وفعلا انا سعيد بالتحاور معاك، انت راجل في غايه الرقي والذوق، وبجد اشكرك يعني. الله يسعدك. شكرا جزيلا نجم وليد فواز، متشكر جدا لوجودك معانا، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وتصبحوا على كل خير. الى اللقاء.